بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صبحكم الله بالخير متابعينا الكرام. اليوم تجربتنا تجربة تطعيم أكثر من لون على شجرة الجوري. ورود الجوري هذه ما أخذها من محل ورد، ورد مستورد، وشجرة الجوري اللي بنطعم عليها جوري بلدي. المعدات جاهزة، مشرط، شطرطون، الأكياس اللي بنغطيه بها بعد شوي بتشوفونها، وهذا هرمون تجذير طبيعي، قرفة مع عسل. فخلوكم معنا وتابعوا بقية المقطع. متابعينا الكرام، هذه شتلة جوري بلدي زي ما قلت لكم، أخذتها من المشتل. هذا ظهر عليها آثار قلة الري. الخطأ مني أو من المشتل؟ الخطأ من المشتل، لأن المشتل كان يرويها بزيادة على اللزوم. شجرة الجوري ما تحب الري الزايد، من ضمن الأشجار اللي ما تحب الري الزايد. فدائما نصيحة لك يا متابع الكريم، قبل ما قبل إذا شريت الشتلة، أي شتلة من المشتل، لا تنقلها الحوض أكبر على طول. بعضهم يشريها في حوض صغير زي كذا ويقول أبغى أنقلها الحوض أكبر، لا تنقلها على طول. عودها على الجو اللي عندك، سواء في الحوش أو في سطح أو في موقع في المزرعة، أو عرضها للجو، المكان اللي يعني هيئ لها الجو 4 أيام 5 أيام، ونظم لها الري في ال4 أيام 5 أيام هذه، وعلى حسب مقاومتها. شفت أنها قاومت يعني أمورها تمام، نقولها. شفت أنها مرة صارت تذبل وتطيح أوراقها، لا، اصبر عليها لين تتأقلم على الجو شوي. فهذه آثار قل الري، مع أني أسوقها كل يوم، كل يوم أعطيها مرة بس، كانت أتوقع تروى في اليوم 2 إلى 3، كانت مرة رويانة بزيادة اللزوم بشكل مبالغ فيه. في يوم قللت عليها الري صارت لها المشكلة اللي هو جفاف أطراف الأوراق. طبعا بنستخدم التطعيم، بنختار أفضل الأغصان الموجودة اللي هو أكبرها. عندنا اللونين هذه اخترتها بعناية، اخترت الأغصان بعناية. كما تلاحظون هنا فيه نمو خضري جديد على الوردة هذه، اللون المشمشي. برضه فيه بوادر نموات بسيطة صغيرة هنا لو تلاحظون عند أصبعي. بإذن الله أني إذا طعمتها أنها تتفاعل بشكل جيد، مع أن هذه تجربة جديدة والله، اللي هو الجوري المستورد أن يطعم على الجوري البلدي. ممكن تنجح ممكن لا، لكن إن شاء الله تنجح بإذن الله. هذا اللون الأصفر نفس الطريقة لو تلاحظ هنا، ما أخذ بعناية جدا عشان البرعم الصغير هذا، وأملي على الله سبحانه وتعالى ثم على البرعم الصغير هذا أنه يتفتح مع أي طعم. هذا اللون الأصفر، طبعا هرمون التقدير نحط منه شيء بسيط ما يذكر جدا، نحطه مع التطعيم، وخلوكم معي في التصوير ويوضح لكم كل شيء. تابعوا معنا الفيديو. بإذن الله تم اختيار الغصنين، الغصن هذا اللي هو العود هذا والعود هذا، بنطعم عليها تقريبا كساقين أساسيين في الشتلة، بنطعم عليها بإذن الله. طبعا هذا اللي هو غصن الجوري بنقصه من هنا، لأن نعطيه بين البرعم هذا ومسافة القص تقريبا 3 سنتي إلى 4 سنتي، وبنقص من هنا عشان التطعيم، عشان اللي هو التركيب يضبط مع نفس المقاس اللي هنا. طبعا يا طول العمر يكون حجم العود من 10 سنتي إلى 15 سنتي عادي، ما يضر. خفف النمو الخضري برضو كذلك، في الموضوع لازم تخفف النمو الخضري.
ركبناه يبدأ اللي هو دور هرمون التقدير، حاجة بسيطة شوف فقط الطريقة هذه فقط، وتركبه هنا عشان ما يتلوث، حاجة بسيطة ما تذكر. بعدين تركب له ذا، تلف عليه لف كامل بدون ما يدخل الهواء، أهم شيء الهواء لا يدخل جوا، بقدر المستطاع تثبت التثبيت يعني قوي، التثبيت ناجح بإذن الله. لو حطيت برضه هرمون تقدير هنا شيء كويس من باب أن القرفة تحفظ من التعفن بالتوفيق الله سبحانه وتعالى. أهم شيء تتأكد أن أنك سحبت الهواء كامل من المكان اللي هنا، تركب عليه اللاصق بطريقة جيدة. يبقى عندك اللي هو دور الكيس الآن. ليش حطنا الكيس؟ عشان نكتمه، نوفر له الجو المناسب علشان ما يدخل إليه تعفن أو شيء. ثبت الكيس بطريقة حلوة هنا مظبوط، وتلفه بشطرطون هنا عشان ما يكون مفتوح ويتسرب الهواء للخارج. قفلنا الآن الكيس بشكل محكم من تحت، وهذا الغصن زي ما تشوفون قدام عيونكم الحين. إن شاء الله تجربة تكون ناجحة بإذن الله. الآن نبدأ في الغصن الأسفل، بنطعمه بإذن الله على الساق هذا بإذن الله. طبعا نفس الطريقة، ناخذ 5 سنتي من هنا، أنا مركز على النمو الخضري هذا، بستفيد من البرعم هذا، والقصة الثانية بتكون من هنا بإذن الله. نفس الطريقة بعناية فائقة. انتبه على يدك، اهم شيء تنتبه على يدك وانت قص. هذا العود، حاجة بسيطة من الهرمون، برضو القمة النايمة بنسكرها بهرمون، وهذا بنعطيه شوية هرمون. هكذا يتم التركيب. ونركب عاد عليها. قفلنا زي ما شفتوا بالبلاستيك. الآن يبدأ دور الكيس بهذه الطريقة. طبعا بطريقة حذر، أهم شي تكون عارف تجيب العيد تخرب شغلك كله. وثبت هنا بالشطرطون وقفله، وبكذا تكون. أخيرا يا متابعينا، بهذه الطريقة تمت عملية التطعيم على الغصن هذا باللون الأصفر، واللي الغصن هذا باللون المشمشي هذا، هذه اللونين بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الشتلة بإذن الله ماني ناقلها الحوض أكبر من هذا لين أشوف نتائج التطعيم، نعطيها إلى حدود 40 يوم، من شهر إلى شهر ونص، ونشوف كيف النتيجة تكون معنا. طبعا آخر معلومة بالنسبة للهرمون، هرمون التقدير، مقابل كل ملعقة عسل نص ملعقة قرفة. وعاد نشوفكم إن شاء الله في تجارب أخرى ومقاطع أخرى. خلكم معنا دائما على القناة، وفعلوا الاشتراك يا حبايب قلبي، وبرضه اللي يبغى يتابعنا على السناب في محتوى ان شاء الله مختلف في السناب بإذن الله، ومتواجد على السناب باستمرار. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.